أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم. مؤسسة أخبار اليوم تحتفل هذه الأيام بمرور عام على إصدار الأخبار المسائي، وفي هذه المناسبة نلتقي بالكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. حضرتك لديكم احتفال أسطوري بمرور عام على المولد الأخبار المسائي. الحقيقة كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومؤسسة أخبار اليوم بخير وسعادة. احنا فعلا بنحتفل هذه الايام ان شاء الله بمرور عام على ولادة الاخبار المسائي وتغيير المسمى، الله يبارك فيك، وتغيير المسمى الخاص بها من المسائية الى الاخبار المسائي. الحقيقة اسرة تحرير الاخبار المسائي عدت لاحتفال كبير ان شاء الله، سيقام بعد غد الاثنين ان شاء الله حفل افطار يعقوبه احتفالية بمرور عام على ميلاد الأخبار المسائي. طبعا الحفلة يكون إن شاء الله مشرف والأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة اللي بذل جهد كبير جدا في إنجاح هذا المولود وخروجه إلى النور. كلنا عارفين إن كان مرينا بمرحلة مخاض صعبة جدا كانت فيها العديد من المشاكل، لكن بفضل تماسك أسرة أخبار اليوم وفضل وجود قيادة قوية مثل الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق استطعنا أن نجتاز هذه المرحلة وأن ننتصر وتصدر أخبار الأخبار المسائية. كان المفروض أن يكون هذا الاحتفال منذ حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن تصادف موعد الاحتفال أن كان في موعد سقوط الطائرة المصرية، ونظرا لحالة الحزن وحالة الحدادة التي كانت تسود الشارع المصري حزنا على فقدان ضحايا أبرياء في هذا الحادث المؤلم، قررنا تأجيل وإرجاء هذا الاحتفال إلى يوم آخر، وتم الاتفاق على أن يكون الاحتفال يوم 8 رمضان حتى يجتمع كل أسرة أخبار اليوم، تشارك أبناء الأخبار المسائي فرحتهم ويشاركون هذا الإنجاز، ونتمنى أن يوفقنا الله في هذا الاحتفال إن شاء الله، وأن يكون ذلك بكورة خير على أخبار اليوم وخير على الأخبار المسائي كابنة من إصدارات أخبار اليوم. ما هي أبرز يعني ملامح برنامج هذا الحفل الذي سوف يتم إن شاء الله يوم الاثنين؟ الحقيقة احنا كنا عاملين مسابقات أو استفتاءات لأحسن رئيس نادي، أحسن لاعب، لأحسن مهاجم، لأحسن مذيع رياضي أو ناقد رياضي. الفائزين في الاستفتاء التي أجراه القسم الرياضي سيتم تكريمهم. أيضا سيتم تكريم عدد من المسؤولين وعدد من الذين قدموا لمصر الكثير، عدد من الشخصيات العامة، عدد من الرموز التي كان لها دور كبير في إنجاح الأخبار المسائي وكان لها دور فعال في الوقوف إلى جانب الأخبار المسائي. إذن نحن أمام تكريم عدد كبير من رموز المجال الإعلامي والمجال الرياضي والمجال السياسي سيتم تكريمه في هذا الاحتفال. سيكون هناك بعض الاحتفالات الفنية أو بعض اللقطات الفنية الصغيرة، سيكون لدينا عدد من الفقرات الثقافية، سيكون هناك فيلم تسجيلي يرصد مراحل نشأة وانطلاقة الأخبار المسائي منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت جريدة محترمة تنافس الكبار في شارع الصحافة. حضرتك سمعنا أن أيضا الحكومة ستكون مشاركة جنبا إلى جنب مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين والمبدعين. الحقيقة هو لغاية دلوقتي تم توجيه دعوات لعدد من المسؤولين والوزراء، بعض الوزراء أكدوا مشاركتهم في هذه الاحتفالية، البعض الآخر اعتذر لوجود ارتباطات باحتفال كبير يقام لإتلاف دعم مصر في هذا التوقيت الذي يكون فيه إفطار أخبار اليوم أو الأخبار المسائي.
من يأتي لحضور الاحتفال أهلا وسهلا به في أهله وبين أهله وبين إخوته وبين أصدقائه في مؤسسة أخبار اليوم. من تحول ظروفه دون الحضور فيكفينا أنه معنا بقلبه. الاحتفال إن شاء الله سيكون احتفالا، ونتمنى أن يخرج احتفالا يليق بأسرة أخبار اليوم ومؤسسة أخبار اليوم العريقة بإذن الله. حضرتك بعد مرور عام على إصدار الأخبار المسائي، حضرتك ما هي الأفكار الجديدة التي يمكن أن تطرح، أو هناك في أفكار تطرح لتطوير هذا الإصدار؟ بالتأكيد الأمور لا يجب أن تكون في مرحلة السكون. نحن متغيرين بطبيعة الأحوال وبطبيعة الدنيا، نبحث عن التجديد دائما، نبحث عن التطوير دائما، في كل مكان نبحث عن الأفضل، نبحث أن نكون متميزين. لذلك في كل اجتماع، في اجتماعات مجلس التحرير، نبحث عن تطوير والحصول على فكرة قد نسبق بها الآخرين، قد نسبق الآخرين بموضوع، قد نسبقهم بحوار. نبحث عن تطوير الجريدة شكلا وموضوعا. الحمد لله الجريدة أصبحت من الصحف التي تتميز بأنها ذات طابع خاص وطابع يعني إخراجي محترم وطابع تحريري محترم، وأصبحت من بين الصحف التي يشار إليها بالبنان خلال فترة قصيرة جدا. أيضا نحن يعني نتمنى كإعلاميين وكصحفيين أن يكون هناك أكثر من توفيق وأكثر من نجاح أكثر في هذا المجال إن شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك أستاذ جمال حسين رئيس تحرير أخبار المساء. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. شكرا.